الآن نتوجه إلى غلاف غزة. معنا من هناك كريستين ريناوي، مرحبا بك يا كريستين. شاهدنا قبل قليل في بداية هذه النشرة، عرضنا صور يعني توجه مجموعة من الإسرائيليين في تل أبيب وحتى من أعضاء الكنيسة الإسرائيلي إلى الملاجئ بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية مجموعة من الصواريخ من قطاع غزة. أنت بالقرب من القطاع، كيف تلاحظين الوضع هناك؟ ما الذي يمكن نتحدث عنه بخصوص الصواريخ التي تطلقها المقاومة من غزة؟ ونحن موجودون بدر أيضا قبل قليل دوت صافرات الإنذار وسمعنا أصوات انفجارات جراء اعتراض مجموعة من الصواريخ، رشقة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات وبلدات غلاف غزة حيث نحن موجودون. إذا من بعد الصور التي شهدناها واضطرار أعضاء كنيسة للذهاب إلى الغرف المحصنة تزامنا مع دوي صفارات الإنذار، أيضا هنالك تطورات هنا في الغلاف. ما جرى أنه كانت صافرات الإنذار دوت جراء إطلاق رشقات صاروخية من غزة باتجاه القدس المحتلة وأيضا باتجاه تل أبيب الكبرى وضواحيها. وجراء هذا القصف الصاروخي الفلسطيني كان هنالك سقوط لصاروخ على أرض القدس في منطقة مفتوحة، نتحدث عن منطقة غربي القدس، وأيضا كان هنالك إصابة إسرائيلية بجروح وصفت بأنها متوسطة في منطقة حلون جنوبي تل أبيب، وبالتالي هنالك إصابات وهنالك أضرار جراء هذا السقوط الصاروخي. وعمليا الذي جرى بخصوص اضطرار أعضاء الكنيسة للذهاب إلى الغرف المحصنة، كان هنالك عصر هذا اليوم افتتاح للدورة الشتوية للكنيسة الإسرائيلية بعد انقطاع لمدة شهرين. كان هنالك خطابات للرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا لزعيم المعارضة. جميع الكلمات أكدت على الهدف المعلن لهذه الحرب وهو الزعم بالقضاء على حماس وسحق حماس. كل الكلمات تفيد أن هذه الحرب طويلة وأن على الإسرائيليين أنهم أن لا يخرجوا من الحرب هذه كما دخلوها، وهذا ما لاحظناه على لسان هيرتسوغ الرئيس الإسرائيلي الذي كانت تصريحاته هذه المرة أكثر حزما وقال إن على الإسرائيليين أن يخرجوا من الحرب هذه ليس كما دخلوها، على اعتبار أن كانت الصدمة والذهول مدوية بفعل نجاح عملية طوفان الأقصى مع بدئها في 7 أكتوبر وإطلاق آلاف القذائف الصاروخية ونجاح 1000 مقاتل فلسطيني على الأقل بالتوغل والتسلل إلى العمق الإسرائيلي من البر ومن البحر. بالتالي صافرات الإنذار دوت في القدس في تل أبيب الكبرى قبل قليل في غلاف غزة على مدار ساعات هذا اليوم بدر، كانت في سديروت في أسدود وفي بئر السبع والنقب. منذ ساعات الصباح تدوي صافرات الإنذار بشكل كبير، وعمليا الفترة الأخيرة هي التي أحدثت إصابات وأضرار جراء هذا القصف الصاروخي. سألتني عن الوضع والحشودات العسكرية في غلاف غزة. نحن قريبون إلى منطقة شمال غزة التي تتعرض لقصف بشكل مكثف وكبير جدا، ويعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير أهلها من خلال الادعاء بتحذيرهم. هذه المنطقة هي مستهدفة ويقصفها الاحتلال بشكل مكثف، وكانت بيانات الجيش تفيد خلال وعلى مدار ساعات هذا النهار ادعى بأنه دمر عشرات المقرات العملياتية والعسكرية التابعة لحركة حماس بحسب زعم بيان المتحدث العسكري، وأن موقعا عسكريا كان لعلي القاضي وهو قائد وحدة النخبة في حركة حماس وقد اغتيل خلال هذه الحرب قبل أيام أنه دمر هذا المقر. وأيضا سلاح الجو ادعى بأنه اغتال عددا من أعضاء حركة حماس في إطار القصف المتواصل. نعم. عمليا إسرائيل تواصل حربها ضد قطاع غزة، واستقبلت هذا اليوم أيضا ضيوف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. أيضا على مستوى فقط أشير إلى الوضع الميداني في غلاف غزة، المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة
المطلقة، حالة من الشلل، حالة طوارئ مفروضة، انتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في كل مكان، وهنالك حشودات عسكرية لآليات ثقيلة، دبابات، ناقلات جند، مجنزرات، وتمارين عسكرية وتدريبات تجري بشكل مكثف. نسمع أصوات التمارين العسكرية، وأيضا عندما يكون هنالك قصف مدفعي على شمال غزة نسمعه من هنا بدر. شكرا، واضح جدا. شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من غلاف غزة. والآن